تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد الملكة حتشبسوت، التجلي الجديد للحضارة المصرية. حضراتكم كان فيه موكب المومياوات الملكية الشهير. تكلمنا أكثر من مرة عن هذا الموكب التاريخي اللي كان فيه 22 من ملوك وملكات مصر غادروا من المتحف القومي في التحرير إلى متحف الحضارة في الفسطاط. العالم كله، مئات الملايين، كانوا بيشاهدوا عبر الشاشات ذلك الحدث العظيم. الرئيس السيسي كان في استقبال موكب المومياوات الملكية، وأيضا مديرة عام منظمة اليونسكو قالت أثناء استقبالها لمومياوات في متحف الحضارة إن ده تجلي جديد للحضارة المصرية. في ذلك الموكب الملكي المهيب كانت الملكة حتشبسوت إحدى ملكات مصر في هذا الموكب. الملكة حتشبسوت من أشهر وأقوى ملكات مصر. اسمها طبعا صعب شوية، حتشبسوت، إنما الاسم ده معناه بالعربي دلوقتي أميز النساء. الملكة حتشبسوت لها نسب عريق، هي بنت الملك تحتمس الأول وحفيدة الملك أحمس الأول مؤسس الأسرة الـ18، وكمان هو اللي قاد مصر في طرد الهكسوس خارج البلاد. فهي بنت تحتمس الأول وحفيدة أحمس الأول بطل مصر في طرد الهكسوس. الملكة حتشبسوت كانت ملكة قوية، يمكن تكون هي الملكة الوحيدة اللي حكمت مصر في ظل استقرار سياسي وازدهار اقتصادي، مش في عصر اضطرابات. عصرها كان عصر ازدهار وعصر استقرار، وكانت ملكة قوية. في عهدها الجيش المصري كان في وضع قوي جدا، قامت بتقوية الجيش المصري لا سيما سلاح البحرية المصري، وقامت ببناء سفن تجارية كبيرة. السفن المصرية كانت بتصل إلى ساحل المحيط الأطلنطي، نتكلم على سفن كبيرة جدا في ذلك الوقت بتعدي البحر المتوسط وتصل إلى المحيط الأطلنطي. أيضا التبادل التجاري بيننا وبين دول العالم كان تبادل كبير جدا في عهد الملكة العظيمة حتشبسوت. هي طبعا كانت معجبة بالإنجازات الكبيرة اللي هي عملتها، فخلدت نفسها في معبد حتشبسوت اللي بعده حضراتكم لزيارته، من أجمل المعابد في العالم، من أجمل المباني والمنشآت الأثرية في كل هذا العالم. المكان ده في الدير البحري البر الغربي للأقصر، شيء فوق الخيال لما تشوف الرضهات المختلفة، الأعمدة الرائعة، الألوان اللي موجودة حتى الآن. يعتبر تصميم هذا المبنى اللي هو معبد الملكة حتشبسوت في الدير البحري البر الغربي للأقصر، المبنى ده تصميمه من أعقد التصميمات لأي مبنى في العالم، مبنى مبهر. حتى المهندسين الكبار في عالم اليوم، أوروبا، أمريكا، اليابان، الصين، اللي زاروا هذا المكان كلهم قالوا إن المصمم ده أسطورة. إزاي صمم هذا المعبد بهذا الجمال وهذه الدقة وهذا التعقيد وهذا النحت اللي موجود في هذا الجبل في ذلك الوقت المبكر من تاريخ العالم؟ المهندس سنموت هو المهندس الفرعوني العظيم اللي صمم هذا المعبد الرائع، معبد الملكة حتشبسوت في البر الغربي للأقصر. المهندس سنموت المهندس الفرعوني الشهير هو اللي صمم هذا المبنى الأسطوري، معبد الملكة حتشبسوت في الأقصر، اللي قلت لحضراتكم إنه شهادات عالمية كتيرة جدا بيقولوا إنه في شيء أسطوري في ومعقد ومبهر وخلاق في إبداع هذا المبنى الرائع، معبد الملكة حتشبسوت. الملكة حتشبسوت حضراتكم اللي كانت بتحكم مصر من 3500 سنة تقريبا، اتعلمت تعليم رفيع المستوى، درست كل حاجة وهي في البيت الملكي الفرعوني. درست الرياضيات، درست العلوم، الفلسفة، الحكمة، الدين، التاريخ، إدارة البلاد. كل هذه المواد وكل هذه المعارف والعلوم درستها في بيت والدها الملك تحتمس الأول اللي ورث الملك عن جدها الملك أحمس الأول. بتقول الملكة حتشبسوت طبقا اللي هو مكتوب على المعبد إن هي صغيرة وهي بتدرس، كان المدرس
معاها يعني عنيف شوية، بيعملهاش كأميرة ملكية أو بنت الملك تحتمس أو حفيدة الملك أحمس، لما كان بيعملها زي كل التلاميذ اللي موجودين. فكانت بتشوف إن المدرس كان قاسي عليها، لكن ده نفعها كتير جدا في تكوينها العلمي والمعرفي. فلما وصلت إلى حكم مصر كانت جاهزة لتلك اللحظة، عشان كده كان أداها أداء عظيم. هي واحدة من أقوى وأشهر الملكات في تاريخ مصر قبل 3500 سنة. الرئيس السيسي حين استقبل موكب الملوك والملكات المومياوات لدى الوصول إلى متحف الحضارة، قال بكل الفخر والاعتزاز: أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري إلى متحف الحضارة. وقال الرئيس إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ. وقال الرئيس: إنني أدعو كل المصريين لاستلهام روح الأجداد العظام الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية لنكمل طريقنا الذي بدأنا. الملكة حتشبسوت، التجلي الجديد للحضارة المصرية.